خديجة أسلمت على يد رسول الله حينما رجع رسول الله من غار حراء، وخديجة سلام الله عليها رأته بتلك الحالة، قالت له أراك في هذه الحالة بس منور النبي؟ قال الآن نزل علي جبرائيل، أنا رسول رب العالمين، وإذا أردت خير الدنيا والآخرة فاشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أول امرأة أسلمت في الإسلام خديجة الكبرى، هي المدافعة عن رسول الله. لما كانت تخرج مع رسول الله بعض الجهال كان يضربون رسول الله بالحجارة، خديجة كانت تدافع عن رسول الله، هي تصير الحاجز بينهم وبين رسول الله حتى هي تتحمل الصعاب ورسول الله لا يتحمل حجر. خديجة تلك المرأة الثرية في بيت من الطين على جلد كبش مدبوخ في حال سكرات الموت، وليس في بيتها إلا شربة ماء، تتعجب وين راحت الأموال؟ ما قام الإسلام وما استقام إلا بسيف علي ومال خديجة. هاي الأموال كلها أنفقتها في سبيل تقدم الإسلام بيد رسول. هنيئا لخديجة سلام الله على خديجة، المرأة المؤمنة هاي اللي تتغزل بزوجها، تخلي رسول الله أمامها تتغزل. حقيقة أبيات الإنسان يقف متحيرا أمام عظمة هذه المرأة لما كانت تنظر إلى جمال رسول الله. نواحي زليخا لو رأينا جماله لأثرن بالقطع القلوب على الأيدي. نساء مصر قطعن أيديهن لجمال يوسف. هذا يقول نواحي زليخة، هي زليخة، هي جسمها، هي كانت سيدة نسوانها، لا هي زليخة. لو نظرن جماله لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي. الله أكبر. ولو علموا في مصر عن حسن وجهه ولو علموا في مصر عن وجه حسن وجهه لما ساوموا في يوسف بالنقدين.